الجنود بما هو مطلوب منا من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية اللي بنشتغل من شأنها، وهي تعزيز صمودنا وبقائنا على أرضنا حتى نفشل الترحيل القسري ونفشل تهويد القدس ونفشل تقسيم الأرض الفلسطينية إلى كنتونات، وحتى نبقى على أرضنا لقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة إن شاء الله. والمرأة الفلسطينية عزيزة على رؤوسنا جميعا وأمامنا جميعا وسيدة. نعم، تحية لكم وكل عام وانتم بخير، وانها عاشت فلسطين حرة عربية. المجد للشهداء، الحرية لأسرانا وأسيراتنا، وانها لثورة حتى ناصر. شكرا لكم جميعا. اعطي الكلمة لأختنا العزيزة. الأخت أم جهاد.